مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد وأحداث جديدة في برنامج حديث الساحل، مباشرة إلى شبوة التي تفرض نفسها مش بس كلام ولا إعلام ولكن حقائق على الأرض. انتصارات جديدة في شبوة تقريبا بإذن مشيئة الله تعالى. نكون اليوم انتهينا من تحرير شبوة، تحية لقوات العمالقة من القوات المشتركة، وهناك العمالقة والجيش والمساندة الشعبية المقاومة الشعبية، كل هؤلاء يصنعون انتصارات لا تتوقف. مديرية العين آخر المديريات، ويبدو أن القادم سيكون البيضاء في اتجاه والمأرب ومأرب في اتجاه آخر. وتحركت أيضا في مأرب منذ الأسبوع الماضي جبهات مهمة هناك، وبالتالي أصبح هناك ما يشبه الكماشة في المصطلحات العسكرية وفي قواميس الحروب على الحوثيين. هناك أيضا أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام أن الحوثيين بحثوا عن وساطات لتهريبهم من المديريات التي تم تحريرها في العين ومديريات في الحدود مع محافظة مأرب. نهنئ الجميع على هذه الانتصارات، ونقول أنه إذا كان هناك تخطيط سليم، وكان هناك نوايا سليمة، وكان هناك إرادة مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى، وشعور بأن هناك ضرورة لتحقيق انتصار على هذا الكهنوت وعلى هذه الميليشيات الإرهابية، يتحقق النصر. هذا بالضبط ما حدث في الأيام الأخيرة في المديريات التي تحررت مؤخرا وتم استعادتها من براثن الحوثيين الذين هربوا وفروا دون تفكير. هنا نلفت إلى جزئية وفكرة مهمة ينبغي على كل اليمنيين أن يستوعبوها، وهي أن الحوثيين وهذه الميليشيات الإرهابية هشة، هي لا تستفيد إلا من تفرق أيدي سبع. عندما يجتمع اليمنيون، عندما يخططون تخطيط سليم، عندما تتوفر لديهم الإرادة الوطنية، فإنهم يحققون انتصارات كبيرة ومهمة. وها هي الأرض في شبوة تتحدث وتتكلم باليمني وبالعربي وبكل اللغات المهمة في هذا الجانب. قائد المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، يتابع باهتمام هذه التفاصيل وهذه الانتصارات، وقال في تغريدة له بداية تحقيق هذه الانتصارات كلام مهم: يهنئ الجميع بهذه الانتصارات ويدعم معنويا وعسكريا هذه الجبهات وهذه الانتصارات. العميد طارق صالح يهتم كثيرا وبشكل مباشر بأي انتصار يصنعه اليمنيون في أي جبهة. أيضا في الساحل الغربي هناك معارك وهناك تحرير مواقع جديدة، سوف نلقي عليها الضوء في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى، لأن المعركة لم تنتهي بعد. أعزائي، أيضا معنا كان لدينا في البرنامج تواصل مع وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات المشتركة، ونظرا لانشغاله ولأنه في مواقع عسكرية خاصة جدا من الناحية الأمنية، خص البرنامج بتسجيل صوتي، وضعنا من خلاله وأنتم مشاهدين الكرام في صورة ما يحدث في شبوة تعليقا على الانتصارات الأخيرة لقوة العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية هناك. نستمع.
السلام عليكم أخي محمد. السلام، حياك حياك أخي، حياك وأشكرك وأشكرك، ونتشرف بالظهور معك في هذا البرنامج الرائع وفي القناة الرائعة، قناة الغد المشرق، القناة المميزة التي دائما ما تأتي بالأخبار الطيبة والبشائر الطيبة. أخي، بالنسبة لمسرح العمليات في شبوة وبالتحديد في مديرية بيحان الثلاث، الحمد لله أخي، واليوم التحقت مديرية العين إلى جانب مديرية عسيلان وبيحان وتحررت بالكامل، وتبقى جيوب بسيطة في بعض الأطراف هذه المدينة، وتتويجا لهذه الانتصارات التي قادتها العمالقة في هذه الرقعة الجغرافية المهمة الاستراتيجية التي تحد محافظتي مأرب والبيضة. طبعا أخي، عمت البهجة في عموم الشبوة، ورأينا ذلك في التلفاز، ورأينا في وسائل التواصل الاجتماعي كيف كانت البهجة والتكابير في جميع المديريات المحررة من هذه الميليشيات الكهنوتية. أخي، مسرح العمليات كان في ال10 أيام التي استمرت فيها القتال، عانينا كثير ودفعنا ثمن باهظ، فاتورة باهظة لهذا التحرير الذي كان، أو هذه الفاتورة التي تم دفعها طبعا نتيجة أخطاء وكوارث وتقاعس وتحالف بعض الأطراف مع ميليشيات الحوثي، مما أدى إلى سيطرة ميليشيات الحوثي على هذه المديريات بغمضة عين. ونحن اليوم أخي ندفع هذه الفاتورة باهظة جدا جدا، فعز الشباب وعز الرجال وقادة نفتخر بهم، خسرناهم واستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الأرض. شبوة اليوم تحررت بالكامل، وهذا بفضل القيادة في التحالف ودعم الشرعية والقيادة تألوية العمالقة، وبفضل الله أخي، بفضل الله نحن الآن نقوم بإعادة الانتشار، وفرق النزع الألغام تقوم بنزع الألغام، هذه الألغام التي منتشرة بأشكال وألوان وبأعداد مهولة جدا لا يصدقها عقل ولا خيال ولا يصدقها طفل حتى. مزروعة الألغام والعبوات الناسفة في كل بيت وفي كل مساجد وفي كل المباني الحكومية والخاصة، ولكن الحمد لله الآن يتم تطهير هذه الأماكن. ولكن أخي أبشرك وأبشر الشعب اليمني بأن القادم أجمل والقادم أفضل بإذن الله، كما ندعو أخواننا في جميع المحافظات وأخواننا في جميع المحافظات التي لم تحرر على بذل المجهود وعلى التوحد والسعي، بالذات السعي والتوحد خلف القائد العميد الركن طارق محمد صالح، الذي قدم عدة دعوات وعدة نداءات للتوحد الاصطفاف وراء هذا القائد. أنا أثق وأنا متأكد من كلامي، الاصطفاف خلف هذا القائد والعمل معه ستتحرر صنعاء، وستتحرر اليمن بشكل عام، والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي ستتحرر بوقت قصير ووقت وجيز أخي. وأخيرا دعني أخي أن أقدم الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا إن شاء الله، والقادم أفضل بإذن الله. وفي ذات السياق أخي، دعني هنا أن أقدم وللمرة الأخيرة على عناصر ميليشيات الحوثي وعلى المتحوثين، ومن زقت بهم هذه الميليشيات وغررت بهم هذه الميليشيات واستغلت ظروفهم المادية ورفع لهم شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فندعوها من هنا وندعوها ونطالبها للمرات الأخيرة بعليهم تسليم أنفسهم، عليهم تسليم أنفسهم، ولا أن يكون عاقبتهم ونهايتهم كما كانت نهاية من سبقوهم. مشاهدينا الكرام، في الساحل الغربي وعودة من الساحل الشرقي والانتصارات الكبيرة هناك إلى ساحلنا الغربي، وكما قلنا الحياة المدنية بجانب الحياة العسكرية والانتصارات العسكرية بشكل متوازي، هناك اهتمام، هناك انتعاش، هناك تعافي في داخل المجتمع في المديريات المحررة في الساحل الغربي. اللقاء التشاوري الأول للمرأة، عقد هذا اللقاء خلال هذا الأسبوع برعاية دائرة المرأة في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية. هذا اللقاء جمع النخبة وكوادر نسائية من مختلف القوى الوطنية في مدينة المخا، وتم الحديث عن قضايا مهمة أبرزها كيف ينبغي أن تطلع المرأة بدورها في هذه المرحلة. وفي هذا السياق خصتنا في هذا البرنامج الأستاذة إيمان النشيري رئيس دائرة المرأة في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بتصريح خاص للبرنامج حول هذا اللقاء، تعالوا نسمع. مساء الخير أستاذ محمد، وأشكرك على برنامج الرائع حديث الساحل. بالنسبة لطبيعة اللقاء التشاوري الأول الذي أقيم في مديرية المخا، اللقاء جاء انبثاقا وإيمانا منا بدور المرأة ومشاركتها في التنمية، كذلك هو ترجمة لما جاء من حرص القائد العميد طارق محمد عبد الله صالح رئيس المكتب السياسي قائد المقاومة الوطنية على أهمية إشراك المرأة وإبراز دورها في المجتمع
المدني. كما تعرفون أن المرأة الآن تعيش في حالة صراع ونزاعات مسلحة من الحروب. المرأة هنا تعاني الكثير في ظل عدم وجود البنية التحتية والأساسية، الكهرباء، الماء، المدارس، تسرب التعليم، الصحة. هناك تدهور شديد في الصحة. طبعا أول المرأة والطفل هم ضحية ذلك الإهمال أو ذلك القصور الموجود في هذه المكاتب التنموية. جاء لقاءنا التشاوري لنستمع كذلك لهموم ومعاناة المرأة في هذه المناطق والعمل على حلها وإيصال صوت المرأة إلى أماكن صنع القرار في هذه المكاتب والهيئات التنفيذية المسؤولة في المديرية، كلا بمجال اختصاصه. طبعا جاء كذلك اللقاء لأن نحييها لدورها النضالي في مشاركتها في تحرير الوطن في ظل هذه الظروف الصعبة والأوضاع التي نعيشها في النزاعات المسلحة، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني كافة. فهناك قلاء فاحش، تدني الوضع الاقتصادي، انتشار رقعة الفقر بشكل غير عادي وبشكل مخيف، كذلك وضع النازحات والمخيمات، القصور الموجود في تلك المخيمات، الاهتمام بأسر الشهداء. يجب أن يظهر دور المرأة إعلاميا في كافة الجوانب، سواء في إظهار ما تقوم به في خدمة الوطن أو في رفع صوت مظلومية المرأة لتصل إلى منظمات المجتمع المدني والحقوقية. هناك دراسات كثير تم وضعها بناء على وضع المنطقة وما تتطلبه المرحلة الراهنة، كلا بحسب احتياجات تلك المنطقة وبما يتناسب مع كل الفئات الموجودة في المنطقة مع كافة الشرائح، سواء خلال الشرائح المتعلمة أو غير المتعلمة. فالمرأة بحاجة إلى بناء قدراتها من البداية. هذه كل هذه الأهداف ستترجم إلى واقع عملي، وهناك في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون هناك عدة لقاءات في المديريات المحررة، وسيتم بعدها إجراء لقاء موسع لتترجمة كل ما جاء في هذه اللقاءات وما خرج به من توصيات في كافة اللقاءات وترجمتها من أفعال إلى أقوال والبدء في تنفيذ الخطة الميدانية لدائرة المرأة. شكرا للأستاذة أيمان، ونشد على أيدي أخواتنا الموجودات في الساحل الغربي للنهوض بواقع المرأة في مدينة المخا في المديريات المحررة بشكل عام. تفقدنا بشكل دقيق احتياجات المرأة في هذه المديريات، وهذه توصية من البرنامج ومن كل المتابعين لمثل هذه اللقاءات، وللأستاذة إيمان رئيس دائرة المرأة في المكتب السياسي، ونحيي المكتب السياسي على رعايته لمثل هذه الأنشطة. إذن مشاهدينا الكرام، سأتوقف هنا مع فاصل ومن ثم نعود للحديث عن موضوعات أخرى. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وفي موضوع مهم بالنسبة للعالم، مش بس لليمن والإقليم ولكن للعالم، البحر الأحمر أهم ممر مائي أو من أهم الممرات المائية في العالم. تقريبا 12% من تجارة العالم تمر من هذا الممر المائي. الحديدة والساحل الغربي مطل على البحر الأحمر. مؤخرا كان هناك عملية قرصنة وتم اختطاف سفينة إماراتية مدنية تحمل معدات تابعة للمملكة العربية السعودية، كانت خاصة بمستشفى ميداني قادمة من سقطرة. هذه العملية أثارت مخاوف الجميع مرة أخرى، وهي ليست الأولى التي تقدم عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر. لإلقاء مزيد من الضوء على أبعاد وخطورة مثل هذه الأعمال، معي على الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الستار الشاميري. أستاذ عبد الستار، مساء الخير. مساء الأنوار. كيف تقيم ما حدث من أعمال قرصنة في البحر الأحمر، وما هي أبعاد مثل هذه الأعمال؟ هل العالم فعلا سيعي هذه المرة خطورة هذه الميليشيات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟
اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. طبعا عمليه القرصنه الاخيره التي هي امتداد لقرصنه عمرها 3 سنوات لها دلالات خطيره. اولا ان ايران تريد ان تفتح معركه بحريه مع العالم وليس مع التحالف واليمن فقط، وبعد ان كانت المعركه جويه وبريه ها هي القرصنه توسع مدار المعركه. ثانيا الدلالة الأخرى أن ميناء الحديدة بات ميناء عسكري وميناء يستخدم للقرصنة بامتياز، وأن التعامل لإغلاق هذا الميناء واستبداله بميناء المخا أو ميناء آخر للدعم الإنساني بات ضرورة ملحة. ثالثا أصبح من واجبا أعتقد الآن على التحالف وعلى الرابطة التي أنشئت منذ سنين التي تسمى رابطة الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن أن تقوم بدورها من جديد لمكافحة القرصنة، لأن هذه العملية عملية قرصنة بل هي عملية جريمة. إذا كانت المادة 105 و101 والمادة 3 من القانون الدولي يعرف القرصنة بأنها عمل عدائي يهدف للنفع الذاتي، فإن هذه العملية عملية تهدف لنفع إيران والميليشيات وتضر بالإنسانية، حيث أن هذا الممر يمر به 15 إلى 21% من التجارة العالمية وهو يضر بكل هذه المصالح. التحالف الآن ينبغي أن يكون دوليا وأن يوسع لحماية هذا الجزء في الساحل الحديدة حتى كمران ورأس عيسى والصليب. الدلالة الأخيرة أننا نتعامل الآن ليس مع ميليشيات بل مع إيران مباشرة، حيث تريد أن تخلط الأوراق وأن تستفيد من هذه الشوشرة في الضغط لصالح ملفيها بفيينا، وأقصد ملف الصواريخ البالستية وملف السلاح النووي. وينبغي بالمقابل أن الخارجية اليمنية والتحالف يطلبوا في طرح هذا الملف بحيث يكون ملفا ثالثا، بحيث أن إيران أصبح لها ملف وهو الاعتداء على الممرات المائية. هذا الملف ينبغي أن يناقش في بيننا نظريا وأن يناقش عمليا بالحماية. كل هذه الدلالات تدل أن هناك خطرا وشيكا بل خطرا أصبح واضحا من خلال الأرقام، 13 عملية قرصرة تمت على سفن ليست يمنية وخليجية فحسب بل على سفن لدول مختلفة، كما أن كمية الألغام التي كشفها مؤتمر التحالف مهولة جدا، ويدل أن البحر الأحمر أصبح مزرعة ألغام. لم يعد تدفق الحوثيين من الحديدة وكمران والصليف إلى إرتيريا وجزر دهلك للتدريب، بل أصبح تدفقهم بالزوارق الإيرانية الحربية خطرا وجوديا على هذه الحركة المائية. وينبغي لمصر أيضا لأنها قناة باب المندب والبحر الأحمر هو الأنبوب التي تتصل بقناة السويس أن يكون لها من القوة البحرية المتواجدة أيضا دورا، وأتوقع هذا ما سيكون. نعم. طيب بتقديرك أستاذ عبد الستار، هل المواقف الدول التي يعني المجتمع الدولي الذي أدان العملية الأخيرة هل هي يعني مواقف جادة؟ هل توحي بأن ثمة ما يمكن أن يتخذ من إجراءات، أو أنها مستوعبة لخطر إيران في المنطقة في البحر الأحمر في ضوء ما ذكرت؟ أعتقد من حيث شق سؤالك أنها مستوعبة، نعم مستوعبة، ولكن هناك ركون لأن العمليات والحماية على التحالف العربي، ولا يوجد شيء كبير نشط باستثناء البارقات الأمريكية التي أوقفت عمليات وسفن محملة بالصواريخ والأسلحة للحوثيين. أعتقد أن الآن الدور منوط بالتحالف العربي نيابة عن العالم، وأعتقد أن العالم والدول الراعية العشر لن تمانع إذا هناك أي إجراء حازم حاسم للتحالف العربي، لأنه عودتنا الدول العشر والأمم المتحدة بشكل عام أنها لا تقوم بأدوار حقيقية سواء عسكرية أو غير عسكرية لصالح القضية اليمنية إلا بقدر ما تستطيع أن تحتوي الدور الإيراني في المنطقة أكثر من مواجهته. وفي اعتقادي هذا يدور حول الفلك الجديد للسياسة الأمريكية التي تغيرت منذ مبدأ كارتر الذي كان يقضي بأن كل هذه المجالات الحيوية في البحر الأحمر والخليج والشرق الأوسط هي مجال حيوي أمريكي ينبغي دعمه بالسلاح والقوة والمال، إلى مبدأ جديد ربما يتخذه الرئيس بايدن الجديد وهو الاحتواء وعدم المواجهة. ولذلك ما لدينا من قوة عربية
للدول المتشاطئة على البحر الأحمر وقوة التحالف العربي وقوة مصر، أعتقد هي التي ستلعب الدور الحاسم في مواجهة هذا المد الإيراني وفتح هذه الجبهة البحرية وتقطع هذا الذراع بعملية عسكرية ما قد لا تعني تحطيم البنية التحتية في الحديدة ولكن تعني إغلاقه تماما، لأنه ليس ممرا إنسانيا ولا ميناء إنسانيا بل ميناء حربي. هذا الدور الذي أعتقده وأعتقد أنه سيكون في قادم الأيام ولن يتأخر. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الستار الشميري، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، 432 صاروخ باليستي أطلقت من الحديدة، ومئة زورق مفخخ، وثلاثة عشر انتهاك للسفن التجارية، وعشرات الألغام البحرية. أهمية هذا الممر من 12 إلى 15 إلى 20 كما ذكر الأستاذ عبد الستار الشميري، تجارة العالم تمر من هذا الممر. أشار إلى رابطة الدول المطلة على البحر الأحمر، ويتوقع أن يكون لها أيضا دور فاعل في هذا الجانب. إذن الحوثيين يدعون أنهم يحمون السيادة اليمنية، لكنهم يحمون سيادة إيران في البحر الأحمر. هذه حقيقة أكدتها كل الدلائل التي اتضحت حتى الآن. ليس بعيدا عن هذا الموضوع، وما زلنا نبحر في البحر الأحمر، قبل أيام تاه وسط الأمواج قارب أو يخت بحري جنوب أفريقي، وعلى متنه بحارة وركاب من جنوب أفريقيا كان ذاهب إلى جيبوتي، أخذته الأمواج إلى مياهنا الإقليمية. بعون الله سبحانه وتعالى استلقفتهم قوات خفر السواحل اليمنية المنضوية تحت قيادة القوات المشتركة والمقاومة الوطنية، وتم تأمينهم وتم استضافتهم لساعات، ومن ثم أيضا إسعافهم وإمدادهم بما احتاجوه، وكان لديهم انطباعات إيجابية. من خلال هذه الحادثة نقارن بين تلك القرصنة التي تحصل من قبل الميليشيات الحوثية، وأيضا كيف يستفيد العالم ويأمن عندما تتواجد قوة نظامية منضبطة هي قوات خفر السواحل لحماية المصالح ومصالح العالم في هذا الممر المائي وفي مياهنا الإقليمية وفي المياه الدولية الموازية. نتابع هذا الفيديو ونشوف انطباعات أصحاب مركب جنوب أفريقيا الذين في الأخير أهدوا علم جنوب أفريقيا إلى العميد طارق صالح وإلى المقاومة، نظير هذا العمل الإنساني الذي قامت به قوات خفر السواحل. Thank you, Commander Tariq. I'm Jay, I'm one of the crew members from South Africa. I just want to say thank you to Munif for helping us. And yeah, I just want to say thank you for all the food and everything that you're helping us with. We're really thankful. Thank you very much. Yeah. I'm Andrew. Thank you very much for all your hospitality. It's been really great meeting your guys here today, and everyone's really taking care of us. We are really grateful for everything that you've done for us. Thank you very much. And we definitely want to come back to Yemen after the war. It looks like a beautiful country. We definitely want to come back. Yeah, thank you. Thank you, Commander Tariq, for the help and the assistance. It's very nice, and I would like to meet you again in different scenarios where we can go and sit at the table and have the lunch and drink tea together. Hopefully one day we can. If ever you come to South Africa, give me a call and I will be your tour guide and your help, your mentor there for South Africa. Thank you. إذن مشاهدينا الكرام، نصل بذلك إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. معنا أيضا تأكيد على إمكانية أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الواتساب والرقم الظاهر على الشاشة الآن. سوف نتواصل في تغطية
موضوعات كثيرة، منها أمن البحر الأحمر، ومنها ما يحدث في شبوة، ومنها أي مستجدات في الساحل الغربي، سواء في الجانب العسكري والمعركة ومعركة اليمنيين المصيرية في وجه القوى الظلامية والميليشيات الحوثية، أو في جانب المعركة المدنية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المديريات المحررة. إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم، استودعكم الله، تحيات فريق البرنامج، إلى اللقاء.